طيب كله جاب اللي بات. طيب نص نص ايه؟ نص نص روحيتهم بقى حد فرن انا اشتغل عامي وانيه في اخذ لي اوه تحطيه في ديفاليويشن مش مهم مش مغلنا عامي ماشي انا رحين تعملهم سيف في اندكس اوه انت قلت لي اشتغل عامي فين اللاب؟ لا مش حاضر كمان ده اللاب؟ طب فين مش شغال لي؟ ندور بتاعنا مش هتقولوا باور انا لا باور لا انت لازم تشتغل انت المفروض خامس طيب احنا اخر حاجه اتكلمنا فيها كانت كنا اتكلمنا عن ال ايه؟ عن الاندكسر وقلنا ايه هو الاندكسر عباره عن ايه؟ طب الاندكسر حاجه شبه البروبرت بالظبط لها ست ولها ايه؟ ولها جيت تمام؟ بس كل اللي بتزيد على الاندكسر كل اللي بيزيد على الاندكسر ان في الست بياخد مني تو فاليوز اول فاليو بياخد منها الاندكس بتاعي وتاني فاليو بياخد منها الهيدن بارامتر او الهيدن فيلد اللي هو ايه؟ الكيورد بتاع الفاليو تمام؟ طيب الاندكسر بيفيدني في ايه؟ الاندكسر يفيدني في ايه؟ انا كل شويه كنت بروح اعمل ست وجيت عشان اروح ست مثلا في اري معينه او انا كنت اعمل فانكشن معينه عشان اجيت ايه؟ من اري معينه او كوليكشن عامه او من تيمز اي ان كان تمام؟ ده انا عايز حاجه تسهل عليا واتعامل بيها كاني بتعامل مع اري بالظبط عايز حاجه تسهل عليا كاني بتعامل مع اري بالظبط في حاجه اسمها ايه؟ حاجه اسمها اندكس او انت ممكن ما تكونش شايف فايدتها شويه بس هي البرفورمانس بتاعها هتلاقي تعامل معاها هتلاقي البرفورمانس بتاعها اعلى من اي انت كنت هتست فانكشن او هتجيت فانكشن تمام؟ طيب قلنا الاندكس ده ممكن اعمل له اوفر لودنج قلت الاندكسر ممكن اعمل له اوفر لودنج غير البروبيت البروبيت كان بياخد بارامتر واحد فما اقدرش انا اعمل ايه؟ علشان اعمل اوفر اما الاندكسر انا اعمل اوفر لودنج ايه؟ حسب ما انا حسب ما انا عايز طيب خدنا مثال المره اللي فاتت المثال بتاع النيك نيم اللي انا كنت النيك نيم ده كان كلاس وكان الكلاس دي جواها تو اريز اري بتحط فيها الاوريجنال نيم واري بتحط فيها الاس نيم وكنت بسيبت وكنت ايه بجيت طيب انا هنعمل مثال بس صغير كده من ريفيجن على بسرعه على الاندكسر انا عايز اعمل ايه انا عندي سي عندي كلاس فيها بيرسون كل بيرسون دي فيها مثلا فاي دي فاي نيم انا عايز البيرسون ده اضيفه جوه اري من نوع بيرسون وست وجيت من خلال ايه الاندكسر ده وست وجيت من خلال ايه الاندكس طيب لو هنعمل مثال زي كده هنعمله ازاي نيو بروجكت دي 5 لام تيجري بسرعة اوكي سي ان انا هعمل كلاس اسمها بيرسون البيرسون دي يكون فيها اي دي خلينا نزود حاجه كمان الجندر واتفقنا خلاص ان انا كل البروبرتي انا كل داتا فيلد عندي هتكون ايه يا بروبرتي طيب نعمل كونستراكتور اتفقنا كمان ان انا لو مش عايز اعمل كونستراكتور بقى في حاجه اسمها انستراكتور كلاس انشلايزر بدي الحاجات اللي انا ايه عايز اشتغل فيها طب الاحسن اتعامل مع انشلايزر ولا كونستراكتور الافضل اتعامل مع انشلايزر ولا كونستراكتور ما الاثنين واحد الاثنين بيعملوا انشلايز ديت ممبر موجود عندي ايه كونستراكتور مور كاستمايزد هو الاحسن اتعامل مع الكونستراكتور الانشلايزر عامه لو انا ايه ما بحبش اكتب كود وعايز حاجه في السريع ومش عارف ايه انما لو انت هتشتغل مور باورفول الكونستراكتور احسن انا اشتغل مع الكونستراكتور احسن
بس انا عامه ساعات بشتغل بالانشاليز انا براحه دماغي يعني بحس ان العمليه اسهل شويه ان اي حاجه بقعد اضيفها انشاليز على طول بدل ما اعمل كل شويه كونستراكتور مش عارف بياخد تو بارامتر كونستراكتور بياخد مش عارف ايه او زي ما احنا خدنا تشين كونستراكتور اعمل كونستراكتور هو تشين جنرال وابدا اعمل كونستراكتور تاني اديله ايه الفاليو من خلال التشين بتاعي تمام حد فاكر في الفيجوال ستوديو كنا بنعمل سنيبت ازاي سنيبت سي سي ان انا كنت بعمل اهو الكونستراكتور ده بقول له سي تي ار تاب روح جام عامل الكونستراكتور كده دي اسمها سنيبت حد فاكر السنيبت كانت بتعمل ازاي انا مش فاكر الصراحه فانا عشان كده بس مش سؤال الحاجه انا مش فاكر السنيبت كانت بتعمل ازاي ما عارف في سنيبت ما بتعملش جربتها ما بتعملش طب ما علينا وهعمل انشلاز الداتا ممبر موجود عندي والداتا فيد موجود عندي زيست دوت اي دي لغايه كده مفيش اي جديد يعني لغايه كده زي الفل مفيش اي جديد نظمت على الكلاس بتاعه الكونستراكتور بتاعي لغايه كده مفيش اي حاجه خالص انما انا عايز اعمل ايه انا عايز البيرسون ده يتضاف له في اري انا عايز البيرسون ده اكن اري الداتابيس بتاعتي اكن اري الداتابيس بتاعتي وعايز من خلال الاري دي ابدا اسيت وجيت من خلال اندكسر ابدا اسيت وجيت من خلال ايه من خلال اندكسر تمام طيب خلينا نعمل كلاس ثانيه هسميها مثلا بيرسون ليست وبيرسون ليست دي هعرف فيها مثلا سي ان بيرسون دي من نوع اري اسمها بير اري حد معترض على الخطوه دي طيب وخلينا مثلا سي ان انا اقول له ايه نعمله برده كونستراكتور بحيث ان انا اعمل شلاز لمين الاري دي سي نحط الاري دي سايز اي سايز ليها يعني ان كان أربعة. اعمل انشلايز للاري بتاعتي اعمل انشلايز للاري بتاعتي تمام انا مش عايز حد يشتغل ورايا هديكوا اكزامبل كده عشان ايه نتفاعل مع بعض يعني هخلص بس المثال ده ونعمل حاجه يعني تعملوا حاجه زي يعني حاجه شبه هنا طيب انا عايز اعمل ايه بقى انا عايز اعمل اندكسر يسيت وجيت يسيت وجيت فين يسيت وجيت هنا تمام طيب الاندكسر السيجنيتشر بتاعته ايه ايه الاندكسر يعني انا نقول له بابليك طيب بعد كده الريترن تايب انا طبعا عايز ارجع حاجه من نوع بيرسو فاقول له ايه بيرسو طيب زيس عشان اقول ان ده ايه ده الاندكسر بتاعي وافتح السكوير براكتس بتوعي طيب انت عايز تعمل ايه قلت له من خلال اندكس هبدا اعمل ست واعمل ايه جيت في مشكلة لغاية كده؟ طيب خلينا هو نعمل ست لو هنفكر مع بعض كده ونعمل ست انا هعمل ست هعمل ست فين؟ خلينا انا هفكر سيبنا من ست عشان يمكن شغال غريب شوية لو انا هفكر نعمل فانكشن بتعمل ست الامبلمنتيشن جوه الفانكشن هيتحط جوه الست هنا ايه اللي هيتحط جوه الست بقى لو انا بعمل ست بالاندكس؟ او ممكن كنت خطوه زياده كده بشمهندس راجل سينيور فقول لك ايه يا عم اعمل الاندكس دي اعملها فاليديت قبل ما ايه
ما تدخلها يعني الاندكس لو اكبر من كذا ده خليني ايه، فاقول له مثلا اف الاندكس مثلا اكبر من او ايكوال ايه الزيرو، ابدا اعمل ليه ايه الخطوه انا اقول لك دي. عايز تعمل ايه؟ ها هنعمل ايه؟ مش قاعد بعملها انت ليه؟ تمام؟ طيب خلينا في خطوه كده وبعملها في المثال هدوك. تمام؟ طيب لو انا خلاص هدخل بالاندكس، انت هدخل ايه في الاندكس؟ ايوه هدخل ايه في الاسم والبيرسون بقى؟ يعني انا هقول له كده بيرسون اوف اندكس، هتدخل ايه بقى؟ يعني سي يا جماعه، لو انا جيت هنا كده طلعت فوق قلت له انا عايز ادخل مثلا بيرسون او بير اري كده بير اوف اري، تمام؟ هتدخل زيرو، تمام؟ دي مين هو ايه؟ الزيرو ده هو ايه؟ الاندكس بتاعي. طب اللي هيدخل في الاندكس ده هو مين؟ اللي هو الفاليو، اللي هو الفاليو. ساعة ما كنا بنعمل في الست هناك، مش انا كنت بقول ان الاندكسر في الست بياخد قيمتين، بياخد الاندكس وبياخد الهيدن او الكيورد اللي اسمها فاليو، تمام؟ طب الكيورد خلاص الاندكس ده اللي هو الزيرو، طب هياخد مني قيمة، طبعا القيمة مش عارفها، لا فبقيمة بقول له ايه؟ ان هي اسمها ايه؟ فاليو. لغاية كده في اي مشكلة؟ طيب طب في الجيت الجيت تعمل ايه؟ يعني هقول له اف الايه؟ هتعمل ايه؟ لا مش كده يا عم، يطلع لي بره كده او خيام بلدي كلها إلس لو مفيش حاجة بتلني يعني. في اي بروبلمز لغاية دلوقتي؟ تاني يعني اعتقد ان هي يعني مور ايزي، يعني مش صعبة يعني. طيب انا هنا بقول له ايه؟ قلت له يا عم انا عايز اعمل سيت دلوقتي، اكنك بتعمل فانكشن عاديه، فكر انت في الامبلمنتيشن بس بتاع الفانكشن، سيجنش بتاع الفانكشن، حط الامبلمنتيشن بتاع الفانكشن جوه الست دي. يا عم ده كل اللي زاد ان انت هتقول له بيرسون اوف اندكس دي بتساوي الفاليو مش اكتر. بس انا بزودته ان الاندكس ده لازم ادخله يكون عندي حاجه الاندكس عشان احطها في الاري بتاعتي. تمام؟ الكلام ده ممكن يتعمل مع الداتابيز، الكلام ده ممكن يتعمل مع الداتابيز، يعني ست واجيت بالداتابيز اعتقد انه بقى اسهل من انا اروح اعمل فانكشن مثلا بتسليت ومش عارف ايه. تمام؟ وبعد كده هقول له في البيرسون الاندكس اللي هي مين بيرسون فور اندكس دي؟ دي الاري اللي عرفتها فين؟ عرفتها فوق. ان انت تحط فيها ايه؟ الفاليو عملت لها انشراز اكثر منين؟ من 4. تمام؟ طيب بعد كده هحط الهيدن كيورد او الكيورد اللي اسمها فاليو في حاجه اسمها ايه؟ الاندكس انا خط. بحيث ان انا قلت له فاليو الزيرو دي حط لي فيها مثلا نيو بيرسون ايا كان البيرسون ده، واخد بقى 3 بارامترز او 3 فاليو او 3 بروبرتي هحطهم في مين؟ في البيرسون اوف زيرو. لغايه كده في مشكله؟ طيب انت عشان ريتيرن يا عم اكتب له جيم ريتيرن، يا عم ريتيرن ليه بيرسون اوف اندكس، بس هيترن ليه حاجه من نوع ايه؟ بيرسون. هيترن ليه حاجه من نوع بيرسون. لغايه كده فيها مشكله؟ لغايه كده فيها مشكله؟ طيب لو رحنا بقى على الرن بتاعي على الستارت اوف بوينت بتاعتي، انت عايز تعمل ايه؟ قلت له عايز اعمل بيرسون ليست، سميها بي ليست تساوي نيو بيرسون ليست. ما ننساش ان الانشراز بتاعه او الساز بتاعه كام؟ ايكوال 4. طيب انت عايز تعمل ايه؟ قلت له عايز اضيف نيو بيرسون، انا عايز اضيف نيو بيرسون، يا اما اروح انا اقول له بيرسون كده بي 1 بتساوي نيو بيرسون، تمام؟ واقول له مثلا سي ان مثلا انا عندي كونستراكتور بياخد 3، فاقول له انا عندي اي دي رقم 1، النيم بتاعه اسمه
زياد والجندر بتاعه ايه؟ اكيد ميل. تمام؟ واروح اقول له بي ليست اوف زيرو حط لي مين؟ بي واحد. هل في اي بروبلم دلوقتي؟ او ان انا راح اقول له ايه؟ بي اوف ليست اوف سي واحد اقول له مثلا حط لي ايه؟ نيو بيرسون اللي هو بياخد ايه؟ اي دي ايكوال سي 2 ومثلا النيم ايكوال مثلا نهى والجندر فيميل. هل في اي بروبلم لغايه دلوقتي؟ طيب واحد يقول لي طب انت ما حطتش القوسين بتوع الكونستراكتور ليه؟ طب ما الانشاليزر ممكن برضه الانشاليزر ما بتحطش غير لو الكونستراكتور بتاعي عندي الديف الكونستراكتور مش واخد اي حاجه. يعني القوسين دول الكيرل بلاكس دول ما بتحطوش غير ان البيرسون ده في الديف الكونستراكتور ما بياخدش اي كي اي فاليو. تمام؟ يعني لو بياخد اي فاليو ما كنتش هينفع ايه؟ اشيل القوسين خالص. تمام؟ يعني سين ان الكونستراكتور بيرسون ده كان بياخد اي دي. فما ينفعش انت تفوت الاي دي اصلا غير كده انت الديف الكونستراكتور بياخد اي دي، ما ينفعش تفوت اي دي وتقول له لا ده انا هديك الحاجات دي كده. تمام؟ ما دام الديف الكونستراكتور واخد عندي فاليو فلازم اديها له وانا بعمل ايه؟ بعمل كريت الاوبجيكت بتاعي. تمام؟ طيب. طب انا كده عملت ست، يعني كده قلت في بي 0 وبي 1 وقلت له في بي ليست اوف 1 دي بيساوي كذا كذا كذا. طب كده انا عملت ست. طب انت عشان جيت سي انا عايز اطلع الاسم مين؟ اسم بيرسون اوف 1 ده. فانا رحت قلت له كونسول رايت لاين قلت له مثلا ايه بي ليست اوف في كام اوف زيرو. بس كده بي ليست اوف زيرو هيطلع لي ايه؟ هيطلع لي حاجه من نوع اوبجكت. يعني انا عملت كده رن هقول لك ايه ده بيرسون. يعني انا عايز اطلع الفاليو جوه البيرسون. طيب مش ده يعتبر اوبجكت من مين؟ بي ليست ده متخزن في الليست دي عباره عن ايه؟ يعني انا قلت له ده دوت كده هيعمل لي ايه؟ النيم سي طلع لي مين؟ زياد. عملت اوفر رايد على توست سترينج هنعمل هنحط فيها الليست بتاعت الاي دي والنيم والجندر. هل في اي بروبلمز؟ طب تعرف تعمل حاجه زي كده؟ هنشتغل يعني؟ ما انت عمال مسقف لي المره فاتت وفينا يا باشمهندس وفتح لي المطوه وغزك وعايز اشتغل. فين الشغل؟ ايه؟ في عم تجوه فين؟ في المطعم؟ طب مش ممكن نعمل مشروع صغير ان انا عايز مثلا عندي امبلوي وعايز احط امبلوي ده في ديبارتمنت في ديبارتمنت مثلا وجيت مثلا الامبلوي ده هل هتكون صعبه ولا سهله؟ النت سخن يعني وكده ولا ايه؟ ما دام احنا قاعدين في الساعه في اي مشكله؟ يعني نشتغل من الناس ما طبقش ولا ايه؟ ها؟ ما انت مش تو مش ايه؟ نص ساعة بس براحتكم. طب ماشي خلاص اوكي مفيش مشكلة. يريحكم عشان ما ترجعش برضو ايه قلت لكم كنت بعذب كل حاجة. طيب خلينا نعمل اندكسر تاني. يعني خلينا نعمل ايه؟ معلش يا باشمهندس سؤال الناس خليك معايا الناس بس ايه فرحانه بس المره فاتت يقول لك عايزين نشتغل وفي الاخر ماشي خلينا نعمل ال لا هو كده احنا شعب كده ساعه الجد عايزين نعمل في ساعه الجد ما بنليش حد.
الستاندر اللي هو الشرح في البداية مثلا ساعة ولا اتنين وبعد كده اللي مش مثلا شرح 5 دقايق ولا مش مفيش كده. وفي ناس مثلا اكيد الحاجة احنا خدناها نطبق عليها معلين تيجي طبق في الاخر بقول لك ايه ده احنا نسين. طب ماشي اعمل ايه طيب. طيب طيب انا عايز اعمل اندكسر. عايز اعمل اندكسر ده اندكسر هديله النيم ويديب لي اي حاجه ايه جوه البيرسون دي. يعني بسي مثلا اديله نوع يقول لي نوع الاي دي بتاعها كذا وال والجندر بتاعها كذا وسي انت اي حط اي بروبورت تانية او اي تريبيوت تانية يبدا يطلعها. طيب لو هنفكر مع بعضه كده انا عايز بس ان هو يعمل جيت مش عايز يعمل سيت بالنيم يعني. فقلت له بابليك هيرجع برضو حاجه من نوع ايه بيرس. سترينج ايه نيم. انت عايز تعمل ايه جيت. تمام. طيب انت هتجيت انت عايز تجيت حاجه هنعمل ايه لو نفكر كده. انا عايز اروح جيت حاجه عايز ريترن حاجه ريترن حاجه موجوده اصلا. يعني انا عايز ريترن حاجه موجوده عندي بسيرش مثلا في اري فيها شويه داتا. طيب انا هسيرش هعمل ايه فور لو في انهي اري دوت ايه لينس. هقول له ايه بقى ايكوال مين. لو ده موجود اعمل ايه هيترني مين. براحتك اعمل استخدم فور اتش بس انا عايز اشير بالاندكس بتاعي فانا عايز اجيب الاندكس فاستخدم الاندكس. بس هي فور اتش فيها عيب ان هي بتحمل الاري كله في الميموري. بص هو في كده في شويه ريكومنديشن ان انا لو هتعامل مع الري فقط الفور احسن البرفورمانس مع الري احسن. اما هتعامل مع حاجه من نوع كوليكشن فالبرفورمانس بتاع الفور اتش او انهانسد فور مع الكوليكشن احسن ما انا اتعامل بفور. ده ريكومنديشن كده. كان في كليكشن كريستال ونعمل كليكشن من البرامتر من الفورمولا فيلدز للريبورت. ما كانت 4 اتش الفرق ما بين 4 اتش والفور لوب العاديه حوالي مثلا 10 دقايق. ازاي يا عم انت ما ده اصلا 4 اتش عملوها. الفور اتش عملوها عشان تتعامل مع كليكشن. يعني سيبك من الري الفور اتش عملوها عشان تعمل حاجه من نوع كليكشن. ماشي بس هي السنتكس بتاعها بيحمل كليكشن كلها يعني. انت قصدك بحمل كليكشن في الميموري يعني. آه. طب ده افضل ولا عيب؟ ده عيب ولا ميزه؟ ميزه ولا عيب؟ في الاخر يعني في التجربه العمليه ادتنا برفورمانس قليل قوي عن الفور. انت شايف ان الفور لوب البرفورمانس بتاعها اعلى يعني اعلى من انها تتعامل مع الفور اتش. طب سي خلينا نقول لو انت ازمات اشتغلت بس انا اعتقد ان الفور اتش البرفورمانس بتاعها ودي حاجه ريكومنديشن ان الفور اتش كبرفورمانس مع حاجه من نوع كوليكشن البرفورمانس بتاعها او البرفورمانس اعلى. اما الفور عامه مع الري برفورمانس اعلى. الفور اتش عامه مع كوليكشن برفورمانس اعلى. فهم عملوا الانهانسد فور او فور اتش للتعامل مع كوليكشن حاجه من نوع كوليكشن. طيب حد عندي اي مشكله في الريترنال دي؟ هو بس مديني هنا ايه؟ ايرور. فانا اقول له ما لقيتش اي حاجه اعمل لي ايه؟ ما انت قلت عايز تعمل انت عايز تعمل تو سترينج. طب ما انت هتن كله عشان اعمل تو سترينج. انت مش قلت لي كده؟ طيب خلينا نروح نعمل اوفرايد تو سترينج. فاهم ماشي؟ طيب خلينا نروح للبيرسون ونعمل ايه؟ اوفرايد تو مين؟ سترينج. انت عايز تريترن ايه؟ قولوا سينا تريترن النيم
سي برضه انا ترني ايه احنا بس نجيب الاي دي الاول ال ID ومين نيم وايه تاني والجندر لو جيت انا رحت بعملت بي اوف ليست كده شوف هيظهر لي ايه تو اندكسر وان وي او تو تمام وان ده اللي كنا بنعمل بيه ست وجيت والتاني كنا بنعمل بيه الجيت طيب انا لو وجدت بقى بيرسو موجود عندي يعني هاجي خلاص انا هبحث عن ايه عن بيرسو تمام طيب هقول له ايه عادي بقى انت عايز تبحث عن ايه قلت له بيرست مثلا اوف ايه اوف زيرو الجديد انا هقول له ايه او سي ان انا اقول له كنت عامل عشان النيم اقول له مثلا سي مين نو دوت ايه تو سترينج ترول اف 5 طلع لي مين الاي دي اللي بتاع نوع 2 ان اسمها نوع جندر بتاعها ايه في مين في حاجه هنا لو ما لهاش السترينج دوت اه هيدين اكسبشن فانت المفروض حضرتك تعمل اكسبشن ده مش انا الاكسبشن اللي على البورد يعني فانت هتبقى هتشوف ان اللي دي كانت نال ولا نوت نال لو نال ابحث مش نال خلاص لو نوت نال سيرش عادي او ما ترميش لي هات لي الدين فيل طب لو هي نال لا ما تعملش حاجه عم عشان الاكسبشن ما ضربش ليه البروجرام تمام ادي البروبليم حد عنده اي اعتراض في الاندكسر اعتقد الاندكسر سيمبل سيمبل جدا يعني كل مشكله كنت بعمل 6 وجيت لا يا عم ترمي لي الكود بتاع الامبيتيشن في 6 والكود بتاع في الجيت يعني وده كمان ممكن نستخدمه مع الداتابيز سي وانت ب 6 وجيت اي حاجه وبتعمل سيت او انسيرت اي كان بتعمل بالاندكسر برضه عادي ان كان بمعنى عايز تديله حاجه من نوع ميميشن يعني ممكن تديله اي حاجه انت عايزها ممكن تديله اي حاجه انت عايزها بس لازم تمشي بالسيجنتشر بتاع الاندكسر لازم يكون الكيورد بتاعي بابليك لازم يكون في زيس عشان اعتبر ان دي اندكسر حد عنده مشكله في الاندكسر طب حد عادي يضيف حاجه في الاندكسر طب حد عادي يقول مشكله في ايا كان خلاص اقلب على الاوفرلودنج اوبريتور اوفرلودنج طيب دي برضو من الحاجات الجميلة في سي شارب 4 جميلة جدا يعني حتى ممكن تستفاد منها كشغل ستوكس وشغل سالاريز وشغل شغل أي كان بغضب اوبريت اوفرلودنج دي جامدة طيب ايه هو اصلا اوبريت اوفرلودنج وايه استخداماته وازاي اعرفه وابدا هل وايه انواع الاوبريت اوفرلودنج وامتى اعمل اوبريت اوفرلودنج وهل البرفورمانس بتاعه كويس مش كويس هنتكلم في ده طيب ادي عامل اوبريتور اوفرلود الماينس او الاوبريتور عامه موجود عندي في الشغل الماينس والبلس والديفايد والنوت ايكوال والايكوال طب انا عندي كام نوع من الاوبريتورز عندي كام نوع من الاوبريتورز باور لا ما متعدليش انا عايز كاتيجوري طب من باور نقعد نعد بقى بلس بلس وماينس ماينس ونوت ايكوال البيت وايز اور واند هنعد بقى لغايه الصفر انا عايز الكاتيجوري يعني اول حاجه هنبدا بالكاتيجوري ان هو عندك ان عندك الباينري الباينري اللي بيهم حاجه من نوع تو ابرن اوبرند اللي هو البلس والماينس والديفايد والحاجات دي والمالتي باي تمام طيب في اليونري كل حاجات اليونري زي برضو البلس الماينس او الداش عامه ايه تاني في حاجات كتير في اليونري مذكر الصراحة بس نهينا يعني عندك الباينري وعندك برضو الاوبريتور كونفيرجن
او اللي هو الكومباريزون اللي هو الايكوال ايكوال والنوت ايكوال او اللي عامه الاكسبلست ايه اكسبلست امبلست كوستنج ده يعتبر من الاوفر لودنج بحيث ان انت عايز تكومبير حاجه بين حاجه وحاجه وانت كنت رايح تستخدم مين الايكوال ايكوال او كنا نروح نستخدم ايه الحاجه اللي بتريتيرن ترو الحاجه بتريتيرن ايه فولس تمام كل حاجه كل ما يقع تحت اسم اوبريتور وبياخد تو اوبرند او اكتر من اوبرند دي ممكن اعمل اوبريتور اوفرلود الكومبيرنج ممكن اخليه كومبير بين حاجه وحاجه النوت ايكوال لازم كنا برضه خليه كومبير بين حاجه وحاجه ثانيه ترو فولس ممكن اغير فيه طيب في مشكله كانت بتقابلنا لو انا عايز اعمل كونفرجن بتوين مثلا حاجه من نوع ريفرنس حاجه نوع فاليو انا مش عايز دي اكسبشن انا عايز ما اعمل كده اقول له حط لي لو سمحت الحاجه من نوع ريفرنس حاجه من نوع فاليو تايب ما تدنيش اكسبشن وعلى مزاجي اخليك امبليسيت ولا اكسبليسيت امبليسيت اسهل مش كل شويه اروح جاي حاطط السيركل والباكت بتاعي عشان اعمل اكسبليسيت كوين لا انا عايز اعملها امبليسيت بس نصيحه الحاجه اللي بتعمل اكسبليسيت اعملها اكسبليسيت ما تحاولش ان ده تقيد في البرفورمانس بتاعها او الريبيليتي بتاعتها ان انا اغير كذا كذا لا لما تتحول حاجه من ريفرنس لحاجه من نوع مش عارف فاليو فخليها اكسبليسيت سين انت عايز حاجه تحول حاجه من نوع امبلويد حاجه من نوع دبل ده ما كانش ينفع انا هحط حاجه من نوع ريفرنس غير ما انت تحدد له تقول له مثلا سين انا احط الامبلوي جواها مثلا سالري حط لي الحاجه الامبلوي دوت سالري دي كذا في حاجه من نوع دبل مثلا لا انا عايز اقول له امبلوي حط لي امبلوي في دبل امبلوي كده احط امبلوي كامل في دبل او احط امبلوي كامل في دبل بس ما بقول له تحط الامبلوي ده انا هقول لك كلمه امبلوي اقول لك كلمه امبلوي بس سي انا هناك هيدن كده انت تحط امبلوي دوت سي بس انت كان واضح قدامك انا هحط له كلمه ايه امبلوي طيب اصلا تعريف الاوبريتور بتعرف ازاي اول حاجه لازم يكون ايه بابليك تاني حاجه لازم ستاتيك عشان تقول ان هعمل اوبريتور اوفرلودنج لازم اول احط الكي وورد اللي هي البابليك واحطه ايه بعد احط ايه ستاتيك تمام وبعد كده احط مين الريتيرن تايب وبعد كده الحاجه مسلم بيها اخر حاجتين بحط الاوبريتور بتاعي والايه والاوبريتور اللي انا عايز ابدا ايه اغير الاوبريتور دي عباره عن كي وورد ده زي الكي وورد موجود عندي في السي شارب تمام وبعد كده بحط الايه الاوبريتور عايز اغيره بلس بقى ماينس مش عارف مالتبلاي ديفايد اي ان كان تمام وبعد كده بياخد مني قيمتين قيمه الليفت وقيمه ايه الرايت تمام الليفت ده انت عايز الحاجه اللي انت تحط فيها حاجه الليفت دي الحاجه اللي انت تحط فيها حاجه بمعنى الكومبايلر كان بيحط الرايت وايه بيحط الرايت والليفت نفس الحكايه انا همشي بس بالسنتكس ده الليفت اللي هتحط فيه مثلا الرايت اللي انا هحطه هنا سي يعني طيب انا عايز اعمل بس مثال كده انا عايز اعمل ايه انا عندي مثلا سي عندي تيبل او كلاس اسمها امبلوي كلاس اسمها امبلوي انا عايز الامبلوي ده سي خلينا نيجي على البورد عشان هيك واضحه انا عندي كلاس اسمها امبلوي امبلوي بقى يكون عندي ايا كان عندي كام امبلوي عندي مثلا اي دي وعنده النيم واهم حاجه الامبلوي ايه تمام انا عايز اعمل ايه انا عايز اقول له امبلوي كده سي ناخد امبلوي ده اي واحد ايكول ايه نيو امبلوي انا عايز ما اقول له اي واحد ايكوال اي واحد دوت او بلس 100 يضيف لي ال 100 دي على السالري بتاعي هل ده ينفع اصلا؟
هل ده كان ينفع انا قبل ما ناخد كورت لسه ما جربناش اصلا هل ده كان ينفع انا اضيف كده كده قيمه هنا واروح للفريق كده ايه هيقول لي نط ايه ما كانش هيرد اصلا هتلاقي الكومبايلر اصلا عمال يزعق ويقول لي انت اللي تعمل ده لا انا عايز بقى كده يتعمل عايز اديله قيمه كده يتعمل تعمل كده طب ده تعمل ازاي ده تعمل ايه قلت له بس انت لازم تيجي تقول له انا هضيف المية دي جوه الاي طب الاي دي جواها ايه طب الاي مثلا جواها سالب يبقى تقول له انا هضيف الاي دي دوت سالب مثلا هضيف على ايه المية بتاعها يعني هو مش هضيف الاي المية دي على الريفرنس ككل هضيف على الاي على مثلا حاجه جوه الريفرنس بتاعي اللي هو مين انا هتعمل السالب بتاعي تمام فانا سي لو جيت مثلا قلت له كده هنعمل كلاس مان بالوي طيب حاجه ما عاد نسلم بيها عندنا اي دي طبعا عامل دبل سالري طبعا احنا قايلين يعني سي ان اي حاجه من النوع سالري بتحط في حاجه من ايه؟ من ايه؟ الانتجر مش هيكفي؟ ليه واخد ايه؟ بياخد سالري قد ايه؟ تمام؟ وخلينا نعمل كده ايه؟ مش هيكفي يا راجل ليه بياخد قد ايه؟ بياخد ب 2 مليار؟ بياخد الكسوف ماشي اللي بياخد بعد البوينت يعني وخلينا نعمل كونستراكتور انا شلته انا اسف يعني Users name, server name. طيب نعمل بقى الاوبريتور اوفرلودنج ازاي نعمل الاوبريتور اوفرلودنج ازاي خلاص قلنا السيجنتشر بتاعها ان انا لازم عندي كيورد ايه بابليك طيب بعد كده لازم تاخد ايه ستاتيك طيب انت عايز ترجع ايه ممكن ارجع انتجر ممكن ارجع دبل بس انا القيمه اللي هرجعها دي ترجع فين فين بلوي تمام طيب اوبريتور عشان اعمل اوبريتور طب انت عايز تعمل اوبريتور ليه البلس عشان عايز اجمع قيمه تمام طيب ايه القيمه انت عايز تجمع تحط جواها فين بلوي انا عايز احط جواها قيمه من نوع مثلا دبل او ان كان تمام واخد منه ايه واخد منه اوبشن تمام انت عايز تعمل بقى انا عايز اضيف قيمه مثلا ده بونص مثلا سي او كوميشن مثلا البونص ده هيضاف جوا مين جوا امبلي فاقول له مثلا عندي الدبل ايه مين فويد ايه فويد قصدك ايه فويد ريتيرن مش ريتيرن حاجه عايز طب وبعدين زود في الريفرنس بارامتر مش فاهم برامتر دي كلها فاليو برامتر دي في بقى برامتر فاليو ريفرنس انت عايز تحط ريفرنس يعني ما ينفعش كده لازم او
طب ما هنعملها صبرا انا ياسر نشوف كده ولازم هنعمل ايه نشوف هنعمل ايه هقول له يا عم هي سطر واحد اكتب والله هقول له ايه ريتير تعست ترني ترن ترن نيو ايه امبلوي امبلوي بياخد مني ايه اي دي يعني ايه دوت ايه اي دي في عيب ولا حرام و ايه دوت ايه وي تاني زاد مين بقى بص في اي مشكله فيها مشكلات كده يعني هو سطر واحد ما تعبش ولا حاجه هو كده عمل نيو اوبجكت من بري كده عمل نيو اوبجكت من بري انت 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 بتعمل ايه دلوقتي طب ما هرجع الامبلوي بس مش هرجع الامبلوي ك امبلوي كام ده هرجع قيمه اللي حطها جوه الامبلوي اللي هي مين البونص دي سي سي انا جيت هنا في البروجرام هنا قلت له مثلا عندي امبلوي ايه اي واحد تساوي نيو امبلوي كان بياخد مني مثلا اقول له اي دي بتاع واحد سترينج نيم سي علي نكبر حلو كده وادي له مثلا ساري ايه 1200 انا عايز اجمع ده بقى ايه سي 100 او اديله بونص 100 او اديله 200 ايا كان تمام فهتقول له ايه بلس مين ايا كان انت عايز الكوماند تديه ده الاول ما كانش يفهم معايا طب سين انت عايز تطبع الكيمه هي الداخل نشوف السالري يطلع وانا بضحك عليكم قلت له ايه واحد والسالري اداني كام 1400 سيب انت عايز تعمل اي امبلوي تاني خلي مثلا دي اي 2 اسمي بقى يعني مش نفس انا اخد بس 1000 جنيه مش مشكله اقول له اي 2 تمام قول يا عم اطبع لي ان شاء الله ها بلس ايكويل عم اديله بلس ايكويل فين الفولتر تاني بلس ايكويل لا يا عم مش جوريتو والله هو كل شيء اللي بس عامل اي دي وحطها كده لا مش بعتبره روتر تاني لا 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 انت عايز بقى تقول له ان ده حاجه تانية وتروح تقول له في البروت ان ده حاجه تانية هو فهمها كده ان دي اه دي زائد دي بتحط هنا كده طيب انا كده جمعت حاجه من نوع فاليو عايز مثلا اجمع حاجه من نوع ريفرنس يعني اجمع مثلا امبلوي كلاس امبلوي على كلاس ريز سي انا جيت على البورد كده قلت له مثلا عندي مثلا كلاس امبلوي وعندي كلاس ريز انا عايز اقول له اي واحد دي ايكوال اي واحد بلس اي سي انا خدت اوبجكت من اي اسمه ار والار دي برضه زود لي سي زود 100 برضه او ايا كان القيمه اللي عايز تزودها ايه زودها فاحنا ممكن نعمل كلاس ثانيه اسمها ايه ريز
بس داول لند في فيها سي بابل تمام. طيب انا عايز بقى ما اجي هنا في البروجرام كده اقول له مثلا ان اي 2 دي بلس ايكوال اي 2 اي بلس مثلا انا عايز اعمل الشكل ده ما لسه ما عملناش حاجه والله ما عارف طبعا انا جيت في امبلوي كده هقول له ايه حد يساعدني بابليك ستاتيك امبلوي اوبريتور خلاص هياخد امبلوي وريس ايه تاني بقى نفس اللي فوق بلس او اي دوت نيم زاد مين دوت اي اما طب احنا مش عاملين بروبرتي ماشي طيب انا كده خلاص عرفت الاوبريتور التاني ان هو بياخد ايه حاجه من نوع ايه ريس بياخد حاجه من نوع ايه من نوع ريس تمام طيب خلاص بس كل عملته جديد بدل ما كنت بدير حاجه من نوع فاليو تايب بديله حاجه من نوع ايه ريفرنس تايب هنا بياخد ايه ستايل يا عم لو وانا اديتك ريس دي لو انت ريس دي اجمع لي ايه بس في الريس الار دوت اماونت ار دوت اماونت يعني انا جيت هنا في البروجرام وحاجه قايل له هنا كده ريس ار بتساوي نيو ريس طب ريس كانت بتاخد مني حاجه في كانت بتاخد مني دبل اي اماونت كان مثلا دي مثلا ايه طبعا لي القيمه بتاعتي في مشكله هو في بس في اي فانكشن تبع ماكس كلاس بيعرفني بشوف البرايفت ممبرز جوه الكلاس اللي هو برايفت دوت انا مفهوم انا كنت اعتقد ان هو المفروض ما اشوفش البرايفت ممبر جوه الايه بس هو شايف اما انا عملت دي بابليك لا يعني انا استدعيت البابليك بس هو في ما شافش لا ما شافش البرايف قسما بالله ما شاف يعني انا خليني اروح اعمل ده كده خليني اروح اعمل ريس انا بتكلم على الامبلوي انا بتكلم على الامبلوي يعني انا خلينا عشان بس ايه ريس في الامبلوي في الامبلوي اهو ماله شيل حضرتك قلت اي دوت جوه الفور جوه الاوبريتور كده قلت اي دوت اجيب البرايفت ممبرز طب ما انا جوه الامبلوي بس دي مش يعني مش كلاس يعني انا جوه الامبلوي اي انا جوه الامبلوي دي انا جوه كلاس امبلوي اهي الاوبريتور جوه بس دي اوبجكت منه يعني طب يعني اخد اوبجكت جوه كلاس ما ينفعش ان انا ها انا شايف البرايفت لا 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 بنتكلم على الاي نفسها انا شايف البرايفت ايه طب ايه المشكله طب انا جوه الكلاس
انا جاوب كلاس بيقول سكوب اوبجكت كلاس لا لا عادي لا تنكش ولا تجد الاخ عادي لا تنكش ولا تجد انا جوه الكلاس بتاعتي فعادي اريد انا اشوف البرايفت ممبر موجودين عندي ايه المشكله انا برانتر دي جه اصلا من بره يعني تروح على مين نروح على مين الاي 1 ده دوت دوت مش كده بره بره اه طبعا كده انا بره ايه المشكله انما جوه كلاس بالوي بشوف اي واحد دوت فعلا اصل الاوبجكت واخد بالك من الكلاس اللي هو البلوي بيشوف البرايفت من بره ان هو اوبجكت المفروض يشوف لو مش برايفت فالرد علشان هو جوه كلاس بس مش اكتر من كده انا جوه كلاس لازم اشوف كل اي برايفت ممبر موجود عندي مش برايفت ممبر مش بتاعتك خلاص ناخد الاوبجكت منه طب ما ايه المشكله معادي سون يعني ما فيش اي بروبلم يعني لو حتى يعني بعدين انا مش هساسك على الكمبايلر يعني الكمبيوتر اسكى مني واسكى من اي حد يعني الكمبايلر المشكله الوحيده ان ده اوبجكت فالاوبجكت ليه مثلا حاجات معينه يشوفها بس لا 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 عادي يعني هو في هنا عادي اه لا عادي خلاص طيب في اي مشكله لغايه كده في اي مشكله لغايه في الوريت لغايه كده طيب السيل ده انا اتكلمت فيه انا عامل كلاس تانية مش عارف فيه طيب سيل انا فلاس زي كلاس بتاعت الهور دي هو هنا جمع حاجة من اتنين زي ما احنا عملنا برضو حاجة من ايه من طور نوع دي هور دي كلاس وهور دي كلاس هو بس بيجمع الفاليو اللي هو عنده مثلا سي في الكلاس بتاعت هور دي حاجة اسمها فاليو فهي بيجمع اتنين فاليو على بعض هترترن برضو ايه عادي فاليو جوه كلاس من نوع ايه هو ربحها يعني هو سي بس انا عايز اقول لك ان هو اجمع حاجه من جوه نفس سيمي كلاس يعني لو قلت له مثلا اي 1 زائد اي 2 مثلا هل ده ينفع او كنت ممكن برضه اقول ان انا عندي الرايت والليفت من ايه من سيب اوبجكت وعادي واجمع زي انت عايز تجمع بس انت عايز تجمع ايه قلت له عايز اجمع القيمه بتاعت فاليو او سي كان اسمها سالري والقيمه بتاعت سالري الاثنين على بعض أنا برضه اللي اتكلمت فيه لا لسه بقى conversion انا سي مثلا هنا عندي امبلوي يعني جيت في البروجرام هنا انا عندي ايه عندي امبلوي يعني ينفع اصلا انا اقول له كده دبل مثلا فاليو ايكوال مثلا ايه 2 هل ده ينفع هل ده يصح طب انا عايز بقى اعمل كده انا عايز اي دي تتحط جوه حاجه من نوع فاليو تايب سواء بقى كان امبليسيت او اكسبليسيت تمام طب دي تعمل ازاي عندنا حاجه اسمها ايه كونفرجن اوبريتور الكونفرجن عندنا حاجتين يا اما امبليسيت يا اما اكسبليسيت تمام طيب انت عايز تعمل ايه انت عايز تعمل ايه قلت له لو سمحت عشان تعمل حاجه من نوع امبليس او اكسبليس تكتب له ايه امبليس طب فين هنا الريتيرن تايب فين هنا الريتيرن تايب الانتجر انت عايز تقول له انا هعمل اوبريتور من نوع كونفرجن بابليك ستاتيك امبليس عايز اعمل امبليس كونفرجن تمام طيب امبليس ايه اوبريتور هو بيعرف انما انت حطيت هنا حاجه من نوع سي انتجر سو اي حاجه بيعرف ان ده هو الريتيرن تايم بتاعي هو ريتيرن تايم بتاعي طب ايه اللي انت عايز تعمله كونفرجن في البارامتر اللي انت عايز تعمله كونفرجن عايز تعمله كونفرجن من ايه منين لفين يعني سي انا عايز اعمل سي من كونفرجن من نوع امبلوي لسي من نوع حاجه من نوع دبل مثلا يعني سي لو انا جيت هنا على ال فيجوال ستوديو قلت له سي مثلا انا عندي في امبلوي بابليك ستاتيك الناس هتنم امبليسيت ايه طب ما توطوا تكييف شويه طيب انتوا عايزين تطوروا اظن لو حد لعب في تكييف
طب ما ده اللي احنا عايزينه. طيب خلاص انا قلت له بقول لك سيت كمبليشن اوبريتور. انا عايز اعمل ايه؟ عايز اعمل كاستنج من امبلوي لفين؟ احط حاجه من نوع ايه؟ دبل. طب انت هتريترن ايه؟ خلاص ما انا ده بياخد مني الريترن. طب انا عايز ريترن، هريترن ايه بقى؟ مين؟ تمام كده؟ لو انا جيت روحت على هنا ما ادريش اي ما ادريش اي. طيب انا قلت له كده اكسبليسيت. كان طلعني ايرور ليه؟ عشان كنت لازم اقول له ايه؟ تمام. هل في اي بروبلمز دلوقتي؟ ممكن اعرف طبعا كذا براحتك يا شيخ، مسموح لك ما تقلقش. لو قال لك لا تعالى لي واسطه ما تقلقش. تمام. طب ينفع ان انا اقصد حاجه من ريفرنس ريفرنس؟ يعني سي عايز احط حاجه من نوع ريز في حاجه من نوع امبلوي؟ يعني سي انا جيت كده ايه؟ يعني انا جيت قلت له ايه اتنين كده ايكوال ار مثلا. تمام. فكنت لازم اروح انا ايه؟ اروح في مثلا امبلوي سي وانا اقول له ايه؟ عايز بابليك ستاتيك سي اقول له اكسبليست اوبريتور. انا عايز احطه في حاجه من نوع ريز، عايز احط حاجه من نوع امبلوي او حاجه من نوع ريز في امبلوي. طب انا كنت هقول له ترجع ايه؟ حطه في مين؟ هو ريترن ايه بقى؟ ايه؟ عكس ايه؟ هو انا عايز اعمل دلوقتي، انا كنت بحول هنا من بلوي لايه؟ بالضبط. انا عايز احط ريز في مين؟ فين بلوي؟ حط زيرو اي دي و سي نحط ده زيرو. ام تي حط في مين؟ في اي بروبلم لغايه هنا؟ في اي بروبلم؟ طيب واجي هنا في البروجرام واقول له ايه؟ هسي انا اعرف حاجه من نوع امبلوي تانيه جديده مثلا اي 3 بس انا عايز اقول له ايه؟ خلينا نعرف ريز. شتو ساوي نيو ريز بتاخد ايه؟ اماونت سي 100 وهنا اقول له ايه؟ طيب ينفع اعمل امبلوي دي بحاجه ثانيه؟ يعني ممكن اكستم امبلوي بحاجه ثانيه؟ انا مش عايز اكتب له كلمه امبلوي دي. كنت ممكن اقول له ايه؟ مش شايف الامبلوي فروم كونفنش بوكسنج. طب طيب ماشي خليها دلوقتي. في اي مشكلة دلوقتي؟
طيب هي فاضل لو انا هكمبير، لو انا هكمبير كمبير بين مثلا تو ريفرنس زي مثلا بيو سيرفر ماتريكالكو في النص ساعه تمام، يعني سي ان انا عايز اعمل ايه، انا عايز هو انا يكون تنفع انا مثلا انا كومبير بين مثلا ريزو اند بي عايز اعمل كومبير ينفع اصلا اساسا ينفع انا اقول له مثلا اند بي قارني بين مثلا اي واحد دوت مثلا ايكوال ايكوال واحد اقول له اف كذا. طيب انا عايز بقى اعمل كومبير، عايز اعمل كومبير. طب بس اعمل ايه اللي جيت اعمله في النص يعني التسكات بتاعتك. طيب انا في الكومبير بعمل ايه اصلا، يعني عايز اعمل كومبير بين تو ريفرنس. عايز اقارن بين تو ريفرنس الاوبجكت بتاعي. لو انا يعني متخيل كده الاوبجكت بتاعي ده بيتخزن في ميموري ازاي، وهاو تو انا استخدم الميموري دي، وهاو انا اعمل كومبير بين الاوبجكت جوه الميموري دي. يعني سينا خلاص احنا مسلمين الاوبجكت بتخزن عندك مين، الريفرنس ده بيتخزن عندك مين. الاوبجكت بقى ده بيتخزن ازاي هنا في الميموري، هو بلوك له حاجتين، كل اوبجكت عامل خاصه في له حاجتين، حاجه اسمها ايدنتيتي، حاجه اسمها ايه ستيت. الايدنتيتي دي اللي هو اي دي او انا بقول عليه ايه ريفرنس، او هو مين ليس ان ميموري. تمام. طيب ايه الستيت كل اوبجكت عنده له ايه؟ طيب الكومبيرنج انت بيت كومبير، بتكومبير على اساس اي دي ولا بتكومبير على اساس فاليو؟ ده يفرق كده. بتصير انت عايز كومبير، هتكومبير على اساس اي دي ولا ريفر اي ريفرنس، ولا هتكومبير على اساس انت تقارن بين تو فاليوز؟ اللي يهمني انا اقارن بين اي دي ولا فاليو. طبعا فاليو ديفولت يقارن ريفرنس مين؟ ID reference. ID reference. فلو جيت عمرك طول حياتك لو بتقارن بين تو ريفرنس لازم يديك نوت كريتيكال. أوت فولس. ليه؟ لأن كل ID أصلا كل أوبجيكت له إيه؟ ID. أنا كان عندي مكان في الميموري عندي غير في حالة واحدة. لو أنا أقل الأوبجيكت بتاعي أنت بين إيه؟ عندي مثلا سين عندي أوبجيكت ACC و ACC 1 و 2 كلهم بيشاوروا على إيه؟ مثلا مكان 1%. لو انا قلت 2 تشاور على مكان في مكان، فلو جيت اقارن بينهم هطلع لي ايه؟ انما اصلا لو انت هتقارن بين تو اوبجكت حتى لو اثنين اصلا من نفس الكلاس بتاعته ولا حاجه هيديك اصلا نوت كريتيكال. انهم بيشاوروا كل اثنين بيشاوروا على مكان مختلفين في المكان. طيب هو في حلين. في حلين عشان تعمل كومبيرنج، اما انت تعملها بالاوبريتور اوفرلودنج، اما في ان انت تروح اوفررايت كلاس اسمها ايه؟ equal. والequal دي في شوية rules كده عشان equal between values. equal عشان تعمل comparing between أو تعمل comparing between two values. أول rule لازم تيجي تقارن بين حاجة وحاجة لازم يرميش ليها ايه؟ exception. أنا مش قارن بين حاجة وحاجة ارميش exception بما أنا عملت ايه؟ بمعنى الاول انت تروح تشيك هل الاثنين اصلا بيساوي مثلا سي. لو انا جيت بقى بتشيك كده الاثنين اصلا بيساوي بعض الادرس بتاعهم في ميموري يبقى الاثنين بيساوي بعض. طيب تاني حاجه او تالت حاجه شوف انت تالت حاجه او تاني حاجه تعملها او تالت حاجه تعملها انت لازم تروح بايدك ان تقول له ان الاوبجكت ده مثلا سي انا بتكلم معانا خلاص اسمها بنك اكاونت. بنك اكاونت ده مثلا فيه لها عمله كاستمر وله مثلا ايه بالانس. انت عايز مثلا تقارن اي حاجه في بنك اكاونت دي
سين اخذت منها تو اوبجكت اي سي سي 1 اي سي 2 تمام. انت عشان تقارن الاثنين دول والله انت تشيك لو الاثنين اصلا مش على حاجه حاجتين واحده في الميموري وخلاص هما اثنين ايكوال بعض. طيب تاني حاجه المفروض نعملها لازم الاثنين يكونوا من نفس الطيب غير الاورتين والبلودين. ممكن كنت راح عكست الحته دي ان انت تشاور على سالري ومش عارف على ماونت ومش عارف ايه لو اثنين ايكوال يبقى الاثنين ايكوال. لازم الاثنين اتشيك ان هو من طيب واحد يعني ما ينفعش اقول مثلا بنك اكونت واقول مثلا حاجه ثانيه من نوع سالري الاثنين عمرهم اصلا ما يساووا بعض غير لما اروح انا احدده في الاوبريتور اوفرلودنج اقول له ان انا ده سالري في مثلا حاجه اسمها اي دي مثلا او اماونت بتساوي 100 وده مش عارف ايه ثاني فيها اماونت بتساوي كذا كذا كلهم بعض. يبقى عشان اتشيك دي لازم الاول اشوف ان احنا عندي اكسبشن ولا وتاني حاجه قارن بالمكان اشوف المكانين في الميموري هل الاثنين بيساووا بعض ولا مش بيساووا بعض في الميموري واخد الريفرنس على حاجه نفس الحاجه ولا لا. طب تالت حاجه انا اروح اتشيك ان انا اعمل ايه اشوف ان هو من نفس الطيب ولا مش نفس الطيب. طب انا هتشيك ازاي ان الكلاس دي من نفس الطيب ولا مش الطيب؟ في حاجه تقريبا فيها حاجه اسمها جيت تايب بتجيب لي التايب بتاع ايه فانكشن كده بتجيب لي التايب بتاع الكلاس بتاعتي فانكشن بتجيب لي التايب بتاع الكلاس بتاعتي. طب تالت حاجه هتشيك الفاليو اللي جوه الكلاس بتاعتي لو كلاس الفاليو دي بتساوي الفاليو دي بخلاص فعلا ايه بيساوي بعض. انا بتكلم بسرعه ولا ايه؟ تمام وهو ممكن نقولها شرح من يعني حته ممكن طبعا كده خلصت ال حد له اي سؤال في روبرتس في تكسر في اوبريتور حد له اي سؤال في تكسر روبرتس اوبريتور اوفرلودنج حد له اي سؤال لازم اعمل معاها نوت ايكوال ما عندك لازم تعملوا تاسك انا اللي كان يعملوا تاسك ده اللي كان يعملوا هو ايكوال لازم تعمل معاه نوت ايكوال لازم تعمل معاه نوت ايكوال ده اللي تعملوا يعني ميد ورنينج على كان فانكشن كده ده ما بنتكلمش بقى انتوا هتعملوه ده ما عنديش دعوه تمام. طب اي كويستشن خلاص كده نخش في ندخل في اللي بعده ندخل اللي بعده ولا ناخد بريك ولا نروح نصلي ولا ايه طيب ندخل في اللي بعده يعني ناخد خمس دقايق ماشي طيب هو بس كان فاضل لي المديول بتاع الايه بتاع ريدنج رايتنج فايل انا مش هنسيه خالص يعني فاضل لي المديول بتاع ايه ريدنج رايتنج ايه ازاي انا اريد ورايت من ايه من فايل موجود عندي او ازاي انا اريد ورايت من حاجه موجوده عندي في الداتابيز سي انت بتخزن حاجه من نوع مثلا بيكتشر او حاجه من نوع مش عارف ايه طب ازاي تريد الحاجه دي ازاي وايه الصح ان اقراها ايه انا اقراها اي كده ولا في حاجات معينه عشان اقرا حاجه من الداتابيز او حاجه من نوع بايثون عامه اقراها ازاي هنبدا نتعامل معاها. طبعا اجل المديول ده شويه اللي هو بتاع مين بتاع الديف نود اليكت اتكلم بس عن كوليكشن عشان الكوليكشن استعملها اصلا مع الجينيريك ومع اللين كيو معتمد على الديليكت في الحاجات دي فانا مش هشرح حاجه وارجع لده ثاني فخلينا ندخل في كوليكشن والجينيريك وبعدين نتكلم عن مين ديليكت نود ايه والايفنت الديليكت ايفنت مهم جدا يعني لا يخلو من اي حاجه من ايفنت وديليكت في اي بروجكت عامه يعني مثلا سي لو انت مثلا عايز تعمل ايه انا عايز مثلا عندي بنك اكاونت مثلا عايز الكاستمر بتاعي لو صاحب اكتر من حاجه يروح مثلا اي فايل اكشن معين اوتوماتيك من غير ما اتدخل يروح اقول له ماشي حط لي الفانكشن دي في حته تليفونيه عشان لو عمل كذا لا انا عايز مثلا سي ان انا اقول له مثلا لو العميل ده صاحب اكتر من هو موجود عندي في البنك ابدا طلع لي اعمل لي اكشن معين بحيث كل بريس يعمل او اديني اي ايفنت يتعمل او اقول له مثلا ستوب او ادي مثلا اليرت لحد معين او انت مثلا عايز البروتو بتاعك متوصل في ستوك معينه مينيموم كذا 50 ابدا اديني مثلا اكشن معين ابدا مثلا ايه طلع لي رساله اقول انت لو سمحت لازم تدخل مش عارف ايه طب ده كله بتعمل ايه بتعمل ايفنت دايركت اوتوماتيك من غير ما اتدخل فيه تمام. طب خلينا ايه ما نجيها عشان مواجهه كبير قوي يعني
طيب هنتكلم في الموديل 12 عن حاجه اسمها كوليكشن. ايه الكوليكشنز والفرق بين كوليكشن وجينيك تايب والفرق بين الكوليكشن والاريز؟ طيب ايه الاري اصلا؟ يعني لو اتكلم عن الاري ايه الاري اصلا؟ الاري كنت من اول ايه بستور مور ذان فاريبل، بس الشرط بتاع الكونديشن بتاع كل فاريبل يكون من ايه؟ من نفس النوع. الكونديشن بيقول لك لا انت هتستور اكتر من فاريبل بس عادي، عايز تستور انتجر تستور انتجر، عايز تستور سترينج ستور، عايز مش عارف تستور حاجه من نوع بوليان تستور، عايز تستور حاجه من نوع اوبجكت تستور. هي الديفولت العادي ان الكوليكشن تستور اي حاجه من نوع ايه؟ من نوع اوبجكت. طيب دي ميزه ولا عيب؟ وهل الري كان احسن ولا الكوليكشن احسن؟ يعني سي انا قلت ان خلاص الري بتاعتي لو كنت بعرف الري من نوع انتجر، لو كنت وقفت كده عرفت كومبايلر ما كان اخزن حاجه من غير من نوع انتجر. انما كوليكشن بيقول لك انت تخزن حاجه من نوع اوبجكت، يعني سي انت تخزن انتجر، تخزن سترينج، تخزن مش عارف بوليان، تخزن نيو بيرسون، تخزن نيو امبلوي، تخزن ان كان. طيب هل ده يصح ولا ما يصحش؟ وهل الكوليكشن احسن ان اضيف الحاجات دي ولا مش احسن؟ يعني سي ما الكوليكشن وفرت لي ان انا اضيف حاجه من نوع اوبجكت، يعني سي اضيف اي مكان سترينج، انما لا الريك بتضيف لي حاجه من نوع انتجر كان بتضيف حاجه من نوع انتجر. طب هل دلوقتي الكوليكشن صح احسن ولا الري احسن؟ يعني انا لو بضيف حاجه من نوع اوبجكت احسن ولا اضيف حاجه من نوع طيب واحد احسن؟ احسن بالنسبه لي يعني الريز اكيد اسرع، تمام؟ بس هنا هتبقى فليكسبل اكتر واقدر احط فيها. انا لسه ما بتكلمش على فليكسبل، انا لسه ما اتكلمتش عن الريز اصلا. انا بتكلم على سرعه، يبقى الريز اسرع. هي الري البرفورمانس اسرع، بس انا لو هتكلم في كوليكشن الكوليكشن هتلاقي مور يعني لو هنتكلم بقى ندخل في الفليكسبل ومش عارف ايه. طب خلينا ندخل في الفيتشر بتاعت الكوليكشن عشان بيديني كلها واضحه. طيب الكوليكشن مور فليكسبل، يعني انا اضيف اد في اي مكان، اضيف اي اندكس، اضيف سينا. كنت في الاري كنت بقول مثلا الصاله بتاعك 4، كنتش مقدر غير الاربعه دول، كنت اضيف الاربعه دول. طب عملت 5 يقول لك لا عندك اكسبشن، عندك الاندكس بتاعك عدى اللي انت لا. كوليكشن بتاد اديله 2 بياخد، اديله 3 بياخد، 4 بياخد، بيجرو وبيحصل له عامل شرينك. معنى شرينك يعني ايه؟ بمعنى لو انا خلصت حاجه ايه؟ عامل لها ريسايز، بتظهر من النوع ده، تظهر حتى لغايه ايه؟ لغايه اي مكان بقى، لغايه ما انت هتسال. بتريموف بتنسيت عند اندكس معين في الاري ده ما كانش بيحصل. سيب كنت عايز انسيتها مثلا سي. انا كنت في الاري ما كنتش بقدر ان انا اضيف ايه في الاري، ان هي بتاخد فيكس سايز، اما هنا لا. طب كل هل كوليكشن تاخد سايز ولا ما تاخدش؟ هل انا اسمع تسمح لي كوليكشن ان اديها سايز معين ولا ما تسمحش؟ لها انيشال كابيستي، حاجه اسمها كابيستي كده، هو انيشال سايز عادي، ممكن ده انيشال. طب افرض انا عندي سايز عادي عادي براحتك، بس تدي انيشال في الميموري كده ان هي تاخد مثلا سايز من 10 دقيقة، فاحكي لك عديتها في الميموري 10. طب انا عديت، لا براحتك عدي، بس انا بديله بس انيشال سايز، انا ما عديتش كذا، تمام؟ طيب في شوية فانكشنز كده بتسهل عليا في الاري، ان انا من ضمن الحاجات حاجة اسمها ايه؟ اد. هنتكلم عن حاجات انترفيس كتير جوه الكوليكشن، هنتكلم عليها من اي وقتها يعني. في عندي حاجه اسمها اد وعندي ريموف. الاد طبعا بيضيف وريموف ايه؟ بضيف. طيب في الاندكس كنت بضيف ازاي؟ كنت بضيف باي ايه؟ باي اندكس. بقول مثلا اندكس اوف 0 ضيف لي كذا. هنا برضو ايه؟ لا هنا بضيف بايه؟ فانكشن اسمها ايه؟ فانكشن اسمها اد، وريموف فانكشن اسمها ايه؟ ريموف. وممكن كمان تاد رينج من حاجه معينه، عايز مثلا اديله اري من انتجر، اري من سترينج، ايا كان هيقبل مني. وهنشوف هنا.
يا يعني ممكن نطلع بريك عشان بس نشوف الناس مشي كده. بريك نصلي بس و... ايه اوكي تلت ساعة ربع ساعة عشر دقايق مش كان في زيرت بورد اللي هي كرامز اللي هي من جانب ترامز اللي هي اندفايند نمبر فاكت اللي خطوة اتعامل معها وهندل الموضوع في ده في اللي لهم كنت يعمل فانكشنز مرة صعب الحكي طبعا انا اتصلي ان شاء الله احمد كان في البوكسينج اهو يعني كان دلوقتي في البوكسينج البوكسينج سويفي عاوزين يسالني عليها كل ما نقول يعني البوكسينج مصر البوكسينج اصلا انا فاكر ان كنت قلت حاجه عن حاجه في الباريو لا يعني ولا باي حاجه خالص شفت الكاستنج ايوه ايوه يعني كل مشكله انت بتحط حاجه فاليو بوكسينج تحط حاجه من نوع فاليو حاجه من نوع ريفرنس طيب وانبوكسينج بتطلع الريفرنس تحطه بس دي المشكله يعني انت اصلا يعني عشان تعمل بوكسنج وتحط حاجه بتجيب حاجه من الستاك تحطها في الريفرنس وعشان تعمل تطلع حاجه من الستاك تحط التمرين برده هي اسهل على البرفورمانس بتاعك هي حلوه الحاجات دي ما عايز يمثل ازاي ان انا ابقى محتاج ابشوزي ما البوكسنج دعيب البوكسنج دعيب بقول لك مش شوزي بتسال في عدم وجود ازاي ماشي عشان اصلي ما حدش سقى في كاميرات شغاله ها هو اصلا واحد برضه هي عم سوي اعتمد على الله متوكل على الله فوق حزمي يعني ماكو الخمسة إن شاء الله عاوز أربعة ممكن أنا مش أربعة يعني. رجع تاني الشد وصلت الزازين ما مش راح الزازين النهاردة مش راح الزازين النهاردة عمال أقول عندي بروبليم ردوا معانا بقى إحنا هنروح سوق العصر فين سوق العصر؟ روكس روكس سوق العصر بتاع الموضوع هذا شرط روكس ده بعيد عني يا عم نروح ربع مش بعيد عني ممكن نزلني اقرب حاجه او الاستراد يعني نزلني اقف العش عشان نلعب مواصلات مش هقعد اشاور انا هناخد نفق المشير يعني ما تكلمتش هو راجل العربيه الساعه 5 ونص هتروح لحد عنده يعني تروح لحد هتكمل ايه يا عم ده انا بنزل من اقف العش العربيه بدري ما واخد مشوار التوبيس ده بياخدني مشوار لفيت انا رحت لفيت مش هي خط عشان الموظفين بيروح لا عشان بيروح الجراج يعني ده بروح على العبوات العبوسيه طب انا ده نفيت مصر كلها عشان اروح الرابعه لا هو انت احسن بقى وائل عشان انا ما بكلمش احمد ده هو احمد ده بيروح بيعدي من قدام طرق بالظبط محمد صلاح طبعا اللي قبل احمد ده محمد صلاح هو صاحب بيطلع 8 4 هو صاحب مش معين ده اللي بتكلم عليه ما احنا برضه مش شنو سياسي راح دماغي كان اروح موقف عشان لا اصلا عندي الشبكات تحت السنة يعني الشبكات كلها ما بقفش معاها دايما انت اي شركه تلاقي دايما الشبكات والبرمجه مش
وبالك واحنا سبب المشكله بينه وبين القسم سبب ده في اي حته على فكره سبب المشكله بينه وبين قسم الشبكات بشوت وائل يعني السبب المشكله وهو راح قعد معاهم واتكلم معاهم وعافيه واحنا قفلنا كل ده ايه دي سبب ايه سبب لما دخل قالت دخلت على السيرفر وطبع حاجات من على السيرفر هو لا 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 مش كان قبل كده مع سمير يعني مش سمير دي ما كانش لسه فكسه الموضوع لا 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 كان بعدين ايوه راح بوظ السيرفر وبتاع لا ديت بعد مع سمير ايوه بعد سمير ده بقى كلام عليه بقى ما هو ساعه سمير كنا احنا لسه عادي جدا مش مشكله المشكله مع سمير بس المشكله مع سمير بس لحد دلوقتي لحد ما جه بقى موضوعك وقام سمير قفش عليه وجاب ال ايه لما جبنا السيرفر عندنا بدا من بدايه بس ده مش موضوع خاص هو السيرفر ده مش بتاع على يعني عشان تقول لا 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 بتكلم ان احنا اصلا ان هم في معلش من حقهم يدخلوا على المصنع يدخلوا على المصنع يدور براحتك في اجهزه الناس وبص على اجهزه الناس مش في مشكله يعني الاصل ان ما يشتغلش عندهم اصل الانترنت ولا الاصل يشتغل عندهم الايه الكمبيوتر حتى لو نزلوا بنزلوا عشان يشتغل على برنامج واحد انا الطبيعي خدت بال حضرتك كديفولبر انا عندي انا قاعد 24 ساعه كمبيوتر زي ما بيقولوا فطبيعي انا هدخل الانترنت هعمل سيرش هدخل فيسبوك ممكن احتاج اكلم واحد زميلي ممكن اخد من حضرتك معلومه خدتها هدخل عليها واكلمك واعيش معاك واتكلم مفيش اي مشكله وفي نفس الوقت ممكن عندنا وقت ريفريش التاني عنده وقت ريفريش بينام بيعمل حاجه مفيش مشكله عنده يعني هو بتاع المصنع خدت بالك هو عشان ما عندوش انما بيفرش نفسه على حسب ظروفه فهو قام جاي ايه بداوا يدخلوا على اجهزتنا احنا اكتشفنا طب ياخد بريت سكرين عملنا هاكر عليهم احنا بقى زي ما بيقولوا كده قلنا نشغل شغلهم ونشوف ايه اللي بيعملوه فدخلنا ايوه على البلافات بتاعهم لقيتهم عاملين بريت سكرين من شغلنا احنا كنت شغل سؤالك مثلا خدت بال حضرتك بيلعب ولا بيتفرج على توم وجيري جايبين بريت سكرين من الشاشه ايه اللي بتزوده دي؟ فده طبعا احنا معكش الحق طبعا تدخل على ايه وفي نفس الوقت لقينا بقى جايبين لناس ثانيه محسات مثلا بينه وبين زوجته وبينه وبين واحده ما ينفعش واخد لها بريت سكرين ما ينفعش ده مش سكيورتي سكيورتي تعمله لقيت حاجه يعني تصغرها في وقتها مش تعين عندك ملف بدايه تنس في الشركه المصيبه انت خلاص شفت وائل ده وعاوز انت شايف ان صلاحياتك ان وائل ده يتعمل عليه المذكره خلاص واظهرها في وقتها اما انا عامل هيستوري لسنه كامله الناس وجايب فضائل وجايب للناس حاجات ممكن اخد بنت سكرين من حاجات الناس خاصه دي اللي تقدر بيها مش الله يكرمك احنا عقولنا كده انا ده اللي انت ممكن معايا شغلتك من مينيتور بس لو مينيتور ساعتها زي ما انت بتقول ما تعمليش انا هيستوري خدنا قرار ان احنا نخرج بره الدومين على طول فاش بقى مع اول غلطه ليهم ان احنا طيب انا ساعات بنعدي حاجات بقى كانت مشكله في يعني حصل مشكله في السيرفر قمنا احنا واقفين بقى لا بس دي كانت مشكله كبيره هو دخل بنفسه بوظ السيرفر ووقفه ايوه وقال لي هو جاي يصلحه جه في 5 دقايق كده لقينا السيرفر اتصلح يا سلام قاعدين 3 ساعات عشان السيرفر هو شال ملفنا على الويندوز شال ملفنا على الويندوز السيرفر الاوبريتنج سيستم بتاع السيرفر خدت بقى شال ملفنا وضافه من المكان اللي ايه انا حاطه زي ملف الاي ان اي بتاع الويندوز انا شلته وحطيته مفيش اي مشكله انا شيله خلاص الويندوز ضرب والويندوز مش شغال في نفس الوقت حطه حته عيالي قوي يعني ايه مشهوره فهو ما حطه في 5 دقائق زي ما بيقولوا على طول اكتشفنا ان ايه فبرضه جبنا الهيستوري بتاع كلامه وجبنا ان هو ايه اللي عامل القصه ان هو بيحاول يعني هو قصه صلاحيات بين القسمين معنا ما ينفعش يبقى لا معلش ما ينفعش علينا احنا إيه ان حد يبقى عامل سكيورتي علينا احنا ما ينفعش وارمى جبت تعمل سكيورتي عليا تاني حاجه ان انا عندي داتا هنا بالاسلوب ده انا ينفع انا خاف عليه انا السوليوشن بتاعي خاف عليه صح السوليوشن نفسه يعني في وقت من الاوقات ان اي مبرمج جديد كان ممكن يقعد سنه ممنوع يتحرك بفلاشه ولو اتشاف بفلاشه تبقى مشكله ان في شغل وجود ناس وكود انا خد الكود خلاص خدوا بقى او ليه صح او خدوا تلاقي اي حد طور عليه وقع مجهود ناس ده 3 سنين شغل منه ما في الاخر بيجي حد من الاداره يقول لك بس هي الجهاز ده سطب لي عليه برنامج ما بتتكلمش يعني سطب لي عليه برنامج ايه؟ برنامج بتاعنا
حسابات بالذات احمد علي تلاقي كل شويه ايوه بتفرق جدا بتنزل البرنامج بتنزل كود مباشر يعني السيت اب هقول ان هو انا عاوز واحد دماغه بقى شغاله ان يعمل يحاول يكسر الكود تاني ويسترجع منه الكود الفيلم ده ممكن اللي سواء واحد بقى هو عاوز يكلف القصه دي اما واحد الكود معاه جه انت مش لازم تكون اللايبراري بتاعتك انت عاملها وتعمل فيه الموضوع كود عايزك ممكن خلي حضرتك تبص على البرنامج بتاعنا لو في اي هو اللايبراري احنا محتاجينها بشخص وقت نستخدم بعض الحاجات اللي هنا في احنا نستخدمها في اللايبراري نعوض عنها في اللايبراري انا مستخدمين نظام كلاسز داتا لاير كده في يعني الاوفرلود المعمول احنا عندنا اوفرلود معمول كتير جدا بطريقه جامده كان في الاختصار بتاع الاوفرلود اللي انت حاولت مش كل مره اقعد اعيد نفس الفانكشن واعملها اوفرلود فانكشن واعملها اوفرلود 10 اوفرلود فانكشن واحده وانا هستخدم القصه اللي حضرتك اللي عملنا ايه في قصدك في الكونستراكتور ولا في ال لا اوفرلود فانكشنز عاديه ايوه انا عامل 10 فانكشنز مدي مره الاي دي مره ثاني مدي الاي دي وسترنج مره ثالثه مدي كذا مره كذا هو راسس اقصد كود كتابه انت كنت قلت احنا بنختصر الكود ده مره فاتت قلت بنختصر الكود ده يعني انا بس هو انت مش واخد بالك من ده مش فاكر والله انا فاكر انا عاملها انا فاكر انا مسجلها عندي لان في ملاحظات عمرها مثلا ايه ممكن احنا النظام بتاعنا عاملين اساسي يعني عاملين انتيتي ومانجر كل داتا تيبل ليه انتيتي واي فانكشن بقى اي بروسيدور بتاعنا عاملينه في المانجر بعد كده في الابلكيشن نفسه بقى في كذا بيز كده يعني في بيز لاي فورما جوه الابلكيشن بيز دي في فورما ثانيه اكشن بيز لاي حاجه هتسجل في الداتا بيز ان شاء الله كل مديول ليه الابلكيشن بتاعته يعني تمام كل مديول حاجة
Yeah.